سر بنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. سر بنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. علقت أحلامنا نجمة سويا هيا قم والمدرك العليا سويا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اقتفى أثره واستمسك بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. وبعد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اللهم ارزقنا أن نقول لبيك وأن نلبي مع الملبين وأن نطوف مع الطائفين ونسعى مع الساعين، اللهم أمين. أحبتي في الله، يتجدد اللقاء مع حضراتكم مع فقه الحج والعمرة، وحديثنا اليوم بفضل الله عز وجل حول محظورات الإحرام. محظورات الإحرام، هذا هو موضوع حلقة اليوم. لكن نذكر الأحباب الذين تابعونا في الحلقات السابقة، وأيضا نذكر نبذة سريعة لمن لم يتابع الحلقات السابقة. تحدثنا في الحلقتين السابقتين عن واجبات الحج وعن أركانه، أو قل عن أركان الحج وواجباته، وقلنا أن الفرق بين الركن والواجب أن الركن لا بد أن يؤتى به، وإلا فسد الحج، أصبح الإنسان لا حج له إذا فاته ركن من هذه الأركان. أما الواجب فأمر لا بد أن يؤتى به، لكن إن فاته هذا الأمر يمكن أن يجبر بدم، يمكن أن يجبر بدم. ما عدا الأركان والواجبات فهي سنن، ما عدا الأركان والواجبات فهي سنن. أذكر بالأركان كما ذكرناها في المرة السابقة، قلنا الأركان أربعة: الإحرام، الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة، السعي. الإحرام، الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة، السعي، هذه أركان الحج الأربعة لا بد أن يؤتى بها. من لم يحرم لا حج له، من لم يقف بعرفة لا حج له، من لم يطف طواف الإفاضة لا حج له، من لم يسعى بعد طواف الإفاضة لا حج له. يبقى دي أركان لا بد منها، وإلا بطل الحج. الأمر الثاني، قلنا هناك للحج واجبات وهي سبعة، الحج واجبات سبع واجبات. قلنا الإحرام من الميقات، احنا لسه قايلين الإحرام، الإحرام نفسه كإحرام لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حج، هذا ركن. لكن أن أحرم من الميقات، وتحدثنا عن المواقيت قبل ذلك، أحرم من الميقات هذا أمر واجب، هذا أمر واجب. يبقى الإحرام من الميقات، الوقوف بعرفة إلى الليل لمن أتاها نهارا، احنا برضو قلنا ان الوقوف بعرفة ركن، يبقى كوني اقف بعرفة ولو لحظة هذا ركن. لكن الواجب من اتى الى عرفة في النهار يجب عليه ان يظل بعرفة الى بعد غروب الشمس، اما من اتاها في الليل يكفيها اي لحظة لانه لم يدرك النهار، فاته النهار. الامر الثالث، قلنا المبيت بمزدلفة ليلة النحر، ننزل من عرفات إلى مزدلفة نبيت فيها في مزدلفة ليلة النحر، أي ليلة عيد النحر، عيد الأضحى. كذلك من واجبات الحج المبيت بمنى ليالي التشريق، المبيت بمنى أيام التشريق. أنا عندنا تاني يوم العيد، ثالث يوم العيد، تاني يوم، وثالث يوم، ورابع يوم، دي اسمها أيام التشريق. يبقى عندنا فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، لكن كل إن أنا أبات في منى هذه الليالي أمر واجب، كل ليلة المبيت واجب. الأمر الذي يلي ذلك، قلنا رمي الجمرات مرتبا، احنا قلنا عندنا ثلاث جمار، الجمرة الصغرى والوسطى والكبرى
وهكذا ترمى بالترتيب، ما ينفعش أبدأ بالكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى، لا، الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. بعد ذلك قلنا أيضا من واجبات الحج الحلق أو التقصير، هذا في حق الرجال، الحلق وهو إزالة الشعر بالكلية أو التقصير. أما المرأة ففي حقها التقصير كما قلنا، بتجمع ضفائرها أو شعرها وتقص منه قدر أنملة. قلنا أيضا الأمر السابع وهو طواف الوداع لغير الحائض والنفساء، طواف الوداع لغير الحائض والنفساء. يبقى يجب على كل حاج وعلى كل حاجة أن يطوف طواف الوداع، أن يودع البيت بالطواف، إلا إذا كانت المرأة حائض، أصابها الحيض أو النفاس، ولدت، نفست، يبقى يرفع عنها أو يعني يعفى عنها مسألة إيه؟ طواف الوداع، ولا فدية عليها، ما فيش عليها إيه؟ كفارة في هذا الأمر. طيب بدون، إحنا ذكرنا أربع أركان وسبع إيه؟ وسبع واجبات. كل أعمال الحج ما عدا الأركان الأربعة والواجبات السبعة بنسميها إيه؟ بنسميها سنن، سنن الحج. يعني مثلا الاغتسال للإحرام والتطيب ولبس ثوبين أبيضين، هذا من السنة، بمعنى إن لو لم يتيسر لي أن أغتسل قبل الإحرام فلا شيء علي، لو لم يغتسل لي أن أتطيب في بدني قبل أن أحرم يبقى لا شيء علي، لو لم يتيسر لي الثياب البيض وأحرمت في غيرها لا شيء علي. لكن السنة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ يقول خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. فالنبي صلى الله عليه وسلم اغتسل الإحرام، تطيب في بدنه لا في ثوبه، تطيب في بدنه قبل أن يحرم وأحرم في ثوبين أبيضين. يبقى هذه السنن إن تيسرت فهذا هو الأصل والأفضل، وإن لم تتيسر فإن شاء الله الله يعفو. كذلك مثلا عندنا إيه؟ تقليم الأظافر، تقليم الأظافر، إن أقلم أظافري قبل الإحرام، إن أزيل الشعر الزائد في جسدي كشعر العانة وشعر الإبطين وقصر الشارب وما يلزم أخذه، يبقى ده برضو سنة، إن تيسر فالحمد لله، إن لم يتيسر فلا شيء إن شاء الله. كذلك طواف القدوم للمفرد والقارن، وإحنا عندنا إيه؟ هنتكلم عن الأنساك بعد كده ثلاثة، في عندي إفراد، في عندي القران، وفي عندي التمتع. فالمتمتع طبيعي بمجرد ما بيوصل بيؤدي مناسك العمره، بيعمل ايه؟ بيطوف وبيسعى ثم يحلق او يقصر، بيتحلل ويظل الى يوم الترويه، يوم 8 من شهر ذي الحجه بيبدا ايه؟ يحرم بالحج مره اخرى. فهو كده كده اللي هو المتمتع ده كده كده بيدخل على الحرم يطوف، لكن المفرد والقارن هيظل في احرامه الى يوم يوم ترويه يطلع على منى، ويوم 9 يطلع على عرفه وهكذا. فمن السنه ان المفرد او القارن كلاهما يبدا به ان يطوف طواف اسمه طواف ايه؟ طواف القدوم. كذلك من سنن الحج الرمل في الاشواط الثلاثه الاولى من طواف القدوم. الرمل هو الانسان ان يسير بهيئه كأنه يجري، كأنه يسير بقوة بهيئة الفتوة. طبعا دي كان لها قصة اختصارا يعني بسرعة، أن الصحابة الكرام لما أتوا عمرة اسمها عمرة القضاء، أول مرة يأتوا للعمرة بعد الهجرة وكذا، فأهل مكة اتفقوا يتركهم لهم البلد على ما يقضوا عمرتهم، فكانوا على رؤوس الجبال بيتفرجوا عليهم بيشوفوهم، وبعدين كانوا مطلعين إشاعات يقولون إيه؟ أتاكم أصحاب محمد أو محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم، أكلتهم حمى يثرب، ضعفانين هزلانين. فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا أراهم اليوم من نفسه قوة، أو أراهم من نفسه اليوم قوة. فكان الصحابة الكرام يبقى لما يأتم وهم في الطواف في أول أشواط الثلاثة الأولى بيمشي بهيئة إيه؟ القوة والفتوة، كأنه إيه؟ فيه قوة شديدة علشان نغيظ قلوب الكافرين. نعم، نغيظ قلوب الكافرين. الأمر الخامس الاطباع في طواف القدوم، قلنا الرمل ده في الأشواط الثلاثة فقط،
أشواط الثلاثة الأولى، لكن باقي الأشواط بنمشي المشي المعتاد. طبعا الدنيا بقى زحمة ومش قادرين وخلاص، يبقى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الاطباع في طواف القدوم، إيه الاطباع ده بقى؟ أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر. يبقى زي بتشوف كده الناس في الإحرام كله مبين كتفه اليمين، مبين كده جميل. والكلام ده دلوقتي بقى الكلام ده في طواف القدوم او في طواف العمره لما اذا بكون متمتع او في العمره نفسها فقط. لكن خلصت الطواف يا شباب، خلصت الطواف، انا بقى ايه؟ برجع بقى البشكير على كتفي ويبقى الكتفين مستورين. لكن بنار بعض الناس او كثير من الناس يظل في وضع الاطباع ان كتفه اليمين ده مكشوف طوال عمرته او طوال حجه، حتى في عرفه، حتى في... لماذا يا اخي؟ هذه سنة في طواف القدوم أو في طواف العمرة فقط. انتهى الطواف أعمل البشكير بتاعي، أغطي الكتفين، أبدأ أسعى بين الصف والمرأة وأنا ساتر للكتفين معا. إذا كنت بروح بعد كده بأحرم، بروح عرفة، بروح منى، كل المناسك الباقية الكتفين مسطورين. وده مسألة مهمة، هو ده الفرق بين من يفقه ومن يقلد تقليد أعمى. فعايزين نستفيد بفضل الله عز وجل، نقول الاطباع ده اظهار الكتف الايمن هذا في طواف القدوم فقط او في طواف العمره وفقط. ايضا السنه السادسه المبيت بمنى ليله عرفه. انني يوم 8 يوم الترويه باحرم بالحج من مكاني في مكه السكن بتاعي واتوجه الى منى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، صلى هناك الظهر ركعتين وصلى العصر ركعتين بغير جمع، وصلى المغرب ثلاثا وصلى العشاء ركعتين، ثم صلى الفجر، ولما أصبح جدا أسفر وظهر النهار بدأ يتجه إلى إيه؟ إلى عرفة. كثير من الناس ويبقى حملات الحج والمسؤولين وشركات السياحة وكذا وكذا عشان يوفرهم على أنفسهم المواصلات والنفقات وكذا، فيحرموا المسلمين اللي معاهم من المبيت في منى يوم التروية وبيروحهم على عرفة ليلة عرفة. يقول لك عشان نلاقي مكان، ما انت مكانك موجود لان الشركة بتاعتك ولا الحملة بتاعتك حاجز لك مكان محدد ولك خيمة معينة ستجلس فيها. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، بلاش بقى نضيع دي. احنا نقول ايه؟ دي سنن. يبقى اذا كان هناك مشقة في امر او حصل امر طارئ ليا فالدين يسر، لكن تكون المواصلات ميسرة والامور ميسرة وخيمة منى محجوزة للحملة بتاعتك لان انت ما بتش فيها ليلة عرفة، مفروض تبت فيها قلنا بقى يوم العيد وتاني يوم العيد وتالت يوم العيد. يبقى المكان موجود ومدفوع ثمنه، انا بتكلم بالماديات، موجود ومحجوز. فليه تفوت على نفسك او يا اصحاب الحملات وشركات السياحة، ليه تضيعوا على الناس اتباع السنة وانهم يحجوا حجة كما حجها النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك التلبية من حين الاحرام الى رمي جمرة العقبة من السنن، ان الانسان مجرد ما يحرم لبيك اللهم عمرة او لبيك اللهم حج او لبيك اللهم عمرة متمتعا بين الحج يظل ايه؟ يلبي يلبي يلبي. طب اذا كنا في الحج نفسه احنا قلنا بنحرم تاني وقتيه، بنحرم يوم التروية يوم 8 من ذي الحجة، خلاص بنحرم في وقت الضحى كده الساعة 9 الساعة 10. المقصود بأظل ألبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك وهكذا، والرجال يرفعون أصواتهم بالتلبية، تظل التلبية ده احنا في عرفة باللبي واحنا في مزدلفة باللبي الى ان نرمي جمرة العقبة الكبرى. بتبقى يوم عيد الاضحى بنرمي جمرة واحدة بس، جمرة ايه؟ العقبة الكبرى. طبعا زي ما قلت في الحلقات السابقة احنا بنشرح دلوقتي كده بالتجزئة جزء وجزئية، ايه الاركان، ايه الواجبات، ايه السنن، ايه محظورات الاحرام. لكن ان شاء الله في نهاية الحلقات بنشرح بقى العمرة مجملة، بنتكلم عن الحج مجملا. انا بقى خلاص تعلمت جزء جزء جزء، عايز ايه؟ هروح حج يا عم الشيخ. نقول لك اه ولما توصل الميقات تعمل كذا، توصل مكة تعمل كذا، يوم 8 كذا، يوم 9 يوم العيد، ايام التشريق، طواف الوداع، ربنا يتقبل. فنشرح الكلام ده كله في حلقة واحدة وفي دفعة واحدة، بس بعد ما ناخد ايه؟ الاجزاء جزء جزء عشان نتعلم ونلحق نستوعب ان شاء الله. طيب السنة الثامنة الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة جمع تقديم.
الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة جمع تقديم. مزدلفة دي قلنا بنروحها وقتيه ليلة العيد، يبقى أنا نزلت من عرفة خلاص، فإذا أفضت من عرفات أفضنا من عرفة إلى إيه؟ إلى مزدلفة. يبقى من السنة إنني مجرد ما أوصل قبل ما أصدر شنطي وأعمل ما أي حاجة يبقى إيه؟ أصلي المغرب والعشاء قصرا وجمعا، جمع تقديم. طب والله وصلنا متأخرين إيش الدنت، يبقى جمع تأخير. لكن الآن الحمد لله الأمور أصبحت ميسرة والطرق متسعة، الآن في القطار السريع وبنسميه عندنا في مصر مترو الأنفاق، بقى موجود من عرفة إلى مزدلفة إلى منى، والأمور أصبحت ميسرة بفضل الله عز وجل. ربنا يبارك في كل القائمين على مناسك المسلمين ومشاعرهم يا رب العالمين. فيبقى هنوصل إلى منى، يبقى بنصلي المغرب والعشاء قصرا وجمعا. الأصل أن قصر وجمع إيه؟ جمع تقديم. لكن قلنا اللي حصل في الطريق زحام وكذا، يبقى جمع إيه؟ جمع تأخير، لكن إيه؟ بنصليهم معا. وطبعا هنشوف في ما نشرح بعد كده هتعمل ايه بعد كده، مفيش حاجه تنام بقى، انت المفروض طول النهار على عرفه عمال تدعو تقرا القران وتتضرع الى الله عز وجل ومشقه السفر وكده، يبقى بتبيت الى الفجر بقى، تستيقظ تستعد للفجر وغير ذلك، وعندك بقى ذكر الله عز وجل. لكن مفيش اعمال معينه مطلوبه من حضرتك ايها الحاج في مزدلفه غير صلاة المغرب والعشاء قصرا وجمعا ثم تبيت إلى الصباح. السنة التاسعة هي الوقوف بمزدلفة عند المشعر الحرام من الفجر إلى الشروق إن تيسر، وإلا فمزدلفة كلها موقف. النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند المشعر الحرام كما قال الله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. المشعر الحرام فيه الآن مسجد كبير كعلامة أن هو ده المكان. إن تيسر أن نقف بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس أو قبيل شروق الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فبها ونعمة، وإن لم يتيسر فعرف أو فمزدلفة كلها موقف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. وفي مزدلفة وقف عند المشعر الحرام وقال: وقفتها هنا ومزدلفة كلها موقف. يبقى أنا وقفت في هذا المكان، اللي يستطيع يقف فيه خير وبركة، لا يستطيع مزدلفة كلها موقف، في أي مكان قف، في أي مكان في مزدلفة بعد الفجر تقف وتستقبل القبلة وتدعو. احنا لو يعني هنقول بعد كده ان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم 8 في هناك او الاعلان اشرنا اليه في يوم التروية ليلة عرفة بعد الفجر وقف يدعو طويلا حتى اشرقت الشمس وارتفعت، حتى اشرقت الشمس وارتفعت. اما في مزدلفة فدعا بعد الفجر استقبل القبلة ودعا كثيرا، لكنه افاض من مزدلفة إلى منى قبل أن تشرق الشمس، مخالفة للمشركين. المشركون كانوا يقفون هنا في هذا المكان قبل الإسلام، وكانوا ينظرون إلى الشمس من وراء جبل يسمى جبل ثبير، فيقولون: أشرق ثبير كيما نغير، أشرق ثبير كيما نغير، علشان يعني نفيض من هنا وننتقل إلى مشعر آخر. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالف المشركين في هذا الأمر، فأفاض من مزدلفة قبيل شروق الشمس. لكن المهم أن الإنسان بعد صلاة الفجر وهو في مزدلفة يستقبل القبلة ويدعو كثيرا بفضل الله عز وجل. يبقى هذه ذكرنا الأركان الأربعة، ذكرنا الواجبات السبعة، ذكرنا السنن التسعة. الآن بقى موضوعنا بقى اليوم هو إيه؟ محظورات الإحرام. في الإنسان مجرد ما يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجة أو لبيك اللهم عمرة متمتعا بهذا الحج، هو ده الإحرام. الألفاظ دي هي الإحرام، مش ملابس الإحرام، لا، هو ده الإحرام خلاص كده. مجرد ما قال لبيك اللهم عمرة أو حجة أو كذا أصبح هناك محظورات، ممنوع تفعل كذا وكذا وكذا وكذا. طيب ما هي محظورات الإحرام؟ ولو حصل خطأ أو جهل أو نسيان وفعلت أمرا من الأمور المحظورة، ما هي الفدية في هذه المسألة؟ إزاي أتخلص من هذا الأمر الذي وقعت فيه؟ مسألة هامة جدا أيها المسلمون الكرام، أن أتعرف على محظورات الإحرام حتى لا أقع فيها.
ثانيا أن أتعرف على الفدية أو على الهدي الذي يجب علي حتى أخرج من هذا الخطأ الذي وقعت فيه. أولا محظورات الإحرام هي ما يمتنع على المحرم فعله شرعا، الأشياء الممنوعة على المحرم اللي قال لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجة، الأشياء الممنوعة عليه دي بقى دي بنسميها ايه محظورات الإحرام، وهي تسع أشياء. الأمر الأول لبس المخيط، لبس ايه المخيط، وهو المفصل على قدر البدن، شوف كده الكم ده مفصل على قدر الذراع، ده مفصل على قدر الصدر أو البدن وهكذا، يبقى لبس المخيط مقصود به المفصل على قدر البدن أو العضو من السراويل والثياب وغيرهما، خلاص كده؟ يقول لي المخيط، طب ما هو كله خيط، لكن بنقول بنوضح به بقى إن نقصد المخيط والمحيط، اسمه مخيط، وهو كل ما ده الخيط. يبقى نقول من المخيط والمحيط، يعني المفصل على قدر العضو، المفصل على قدر العضو، لكن ما هو البشكير اللي بتلف فيه ده كله خيط لكن مش مفصل على قدر العضو، ما فيش كم كده بألبسه، ما فيش ثوب مفصل بالشكل ده بألبسه، وما فيش سروال بلبسه في رجلي، لكن هو بشكير بلف نفسي فيه أو قطعة قماش بلف نفسي فيها أشبه بملابس إيه الكفن. يبقى بوضح هنا إيه عشان يقولك بقى ده الحزام بنعمله بالكماسين، أصل ممنوع المخيط، أصل النعل عزك الله اللي بلبسه بقى بكونش لا، من قال كده؟ لا تشدد على نفسك، الحزام يبقى كله خيط، يبقى كله خيط، أصل الحزام ده مش لباس من الملابس مفصل، مش ما هوش فانيلا داخلية، ما هوش ملابس داخلية بلبسها، لا هيبقى من الخيط ما لا بأس، الحذاء من الخيط لا بأس، يعني في خيط أيوة لا بأس. يبقى هنا لبس المخيط وهو المفصل على قدر البدن أو العضو من السراويل والثياب وغيرهما، إلا لمن لم يجد إزارا، اللي ما لقاش بقى إزار يأتزر به فيجوز له لبس السراويل، الإزار الجزء بلبسه بلفه على وسطي. طب لو ما لقيتش، تفترض لو ما لقيتش يعمل ايه؟ يبقى يجوز له يلبس السراويل هنا، لان ايه دي ضرورة، وهذا المحظور خاص بالرجال. الكلام ده بنتكلم عليه لبس المحظور عليه ان يلبس المخيط المحيط ده الرجال، اما المرأة فتلبس ما شاءت من الثياب الا النقاب والقفازين، كما سنوضح مسألة النقاب والقفازين. الامر الثاني محظور على الحاج المحرم استعمال الطيب في بدنه او ثوبه. من احنا كنا نقول التطيب دلوقتي سنة، ان قبل ما اقول لبيك اللهم عمره او قبل ما اقول لبيك اللهم حجه ممكن اتطيب في بدني، احط الطيب على راسي، احط الطيب في لحيتي قبل ما اقول اتلفظ، يبقى مش في الملابس، في البدن، في الشعر قبل ان اتلفظ به التلبية. لكن قلت لبيك اللهم عمره، لبيك اللهم حجا، خلاص بقيت محرم، يبقى ممنوع ان امس ايه الطيب، خلاص يبقى ممنوع استعمال الطيب في البدن او في الثياب على المحرم، وكذلك تعمد شمه، يبقى مع واحد تاني كده ولا امسك الازازة واتعمد اشم ايه رائحة ايه الطيب، ويجوز له الشم ما له رائحة طيبة من نبات الارض، وله الاكتحال بما لا طيبة فيه. جميل قوي. يبقى المقصود انت بقى خلعت ملابس الدنيا دي ولفيت نفسك في ملابس تشبه ملابس الكفن، وشعرك رأسك عارية كما سنوضح دلوقتي، خدت من حضرتك، فأنت في وضع الخضوع والتذلل لله عز وجل، يا رب أتيتك يا رب وأنا العبد الضعيف الذليل المذنب وأنت القوي الغني الغفار يا رب العالمين، فمش عايز بقى أعمل نفسي في أبهة وأتطيب بقى كده وأنا لابس الإحرام وأقعد أسرح في لحيتي وأقعد أعمل في شعري، لا ده أنا عايز أدخل بمظهر إيه المتواضع الخاضع الذليل لله عز وجل. الأمر الثالث محظورات الإحرام إزالة الشعر والظفر، ما أقعدش كده أشدني شعرة من لحيتي أو من بدني أو من رأسي أو من غير ذلك، ممنوع، ما أمسكش ظافر أكلها بسناني ولا أصرف ظافر، لا ممنوع، خلاص. إزالة الشعر والظفر سواء الكلام ده للرجال أو للنساء، ممنوع على الرجال، ممنوع على النساء، ويجوز له غسل رأسه برفق. يعني مثلا من يبقى الجو حر وبتاع، فانا بتوضا بدل ما بمسح راسي حطيت راسي كلها تحت الايه تحت الحنفيه كده عشان اترطب، يبقى في رطوبه في بدء جائز، بس ما اقعدش بقى ايه احك راسي بقوه بالطريقه اللي ايه بتخليني يسقط مني شعر،
خلاص كده، يبقى تغطية إزالة الشعر وبعد كده تغطية الرأس، تغطية رأس الرجل. دي النقطة الرابعة، احنا كنا بنتكلم عن إزالة الشعر والظفر، خلاص. يبقى إن انكسر ظفره غصب عنه كده، بيدوس كده انكسر الظفر خلاص يلقيه، معلش يشيل، لكن هو ما تعمدش يكسره. بعد كده بقى تغطية الرأس بشيء ملاصق، في فرق بين ملاصق، الطربوش ده ملاصق للرأس، الطاقية ملاصقة للرأس، لكن لو الشمسية مغطية الرأس من الشمس بس مش ملاصقة للرأس. يبقى المحظور هو ايه؟ تغطية رأس الرجل بملاصق له، وله الاستظلال بالخيمة ونحوها كالشجرة، يقعد في الخيمة ومضللاه، يقعد تحت ظل الشجرة، يشيل الشمسية إلى غير ذلك، يلبس الساعة، يلبس الخاتم، كل ده إيه؟ أمور جائزة. يجوز للمحرم أن يستظل بالشمسية عند الحاجة، والمرأة ممنوعة من تغطية وجهها، خد بال حضرتك بقى إيه؟ بما عمل على قدره، على قدر الوجه، كالنقاب والبرقع. النقاب، البرقع، البيش، الأشياء اللي هي مفصلة على قدر الوجه ومربوطة كده بالأستك ومشدودة على الوجه، دي ملاصقة للوجه، دي ممنوع. لكن مش معنى كده إن المرأة تكشف وجهها أمام الرجال الأجانب، النقطة دي مهمة، مش معنى كده إن المرأة تكشف وجهها أمام الرجال الأجانب، الأصل فيها إن الوجه مكشوف خلاص في غير حضرة الرجال الأجانب. لكن في رجال اجانب تسدل بقى، تجيب بقى الخمار بتاعها كده وتيه تنزله على وجهها، يبقى غطى الوجه بس بغير ملاصق، ما هيش قطعه قماش مفصله على قدر الوجه. السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها تقول: كنا اذا حازينا الركبان اسدلنا. النساء بيطوفوا كده والرجاله كده، فاذا كنا هنمر قصاد الرجاله يبقى ايه؟ تسدل الثوب بتاعها على وجهها تستره من الرجال الاجانب. فهنا نقطتين مهمتين. النقطه الاولى، مش معنى ان المراه حرمها في وجهها انها تظهر وجهها امام الرجال الاجانب، يبقى حرمها في وجهها ان الوجه مكشوف، الكفين مكشوفتين، ده الاصل. لكن في حضره الرجال الاجانب تسدل، تحط ايدها تحت الخمار بتاعها عشان تخفي كفيها. خلاص كده. الامر الثاني بقى، نقول ايه؟ ان الاصل في المراه انها لابسه النقاب وانها لابسه القفازين، بالدليل هنا يقول ايه؟ لا تنتقب المحرمه ولا تلبس القفازين، لا تنتقب المحرمه ولا تلبس القفازين، يبقى هي قبل الاحرام كانت منتقبه، يبقى هي قبل الاحرام كانت لابسه القفازين اللي هي الجوانت، الجوانت ده الاصل انها قبل الاحرام كانت كذا. زي ما انا مثلا ايه لابس الطربوش بتاعي، لابس طاقيتي، مغطي راسي، يقول لك لا، محظور انك تغطي راسك، ارفع ايه؟ يبقى اسمه بنقول ايه؟ احرام الرجل في راسه واحرام المراه في وجهها. يبقى الجماعه اللي كانوا من كام شهر طالعين لنا، الجماعه الجهله، يقول لك لا ده لا للحجاب وهنولع في الحجاب، ربنا يهديهم يا رب، دول جهله بالدين، ما قرأوش اي حاجه، ما يعرفوش اي حاجه، هم عندهم حقد على هذا الدين بجهاله جهلاء. لكن هنا لا تنتقب المحرمه ولا تلبس القفازين، الكلام ده في حضره ايه؟ في غير حضره الرجال الاجانب. فيه رجال اجانب برضه لا تنتقب، لكن تغطي وجهها بشيء غير ملاصق، غير ملاصق. طيب، المراه طبعا قلنا تلبس ما شاءت من الثياب، بس ايه؟ ما تلبسي الملاصق على وجهها. طيب، دي بقى ايه؟ يقول بقى ايه؟ لو اي انسان لبس بقى المقيط جاهلا او ناسيا او مكرها يبقى لا شيء عليه، لكن متى علم الجاهل او ذكر الناس او زاد الاكراه فعليه منع استدامه هذا المحظور. طيب، الامر الخامس، محظورات الاحرام، من محظورات الاحرام عقد النكاح له ولغيره. ما ينفعش يقول يا فلان جوزني بنتك، زوجتك بنتي، يبقى ده عقد زوج لنفسه. أو واحد بيقول له جوزني بنتك، خدت بالك؟ قال له تعال يلا زوجتك موكلتي، لا لا لا، يبقى ده اسمه عقد نكاح، يبقى لا يعقد لنفسه ولا لغيره. احنا قلنا احنا في وضع ايه؟ تذلل، مش في وضع طرف ولا زواج ايه ودنيا ايه، احنا جايين لربنا عشان يغفر لنا الذنوب ويستر لنا العيوب ويعفو عن السيئات. الأمر السادس، من محظورات الإحرام الوطء، يعني بمعنى الجماع، الوطء في الفرج، وهو مفسد للحج قبل التحلل الأول ولو بعد الوقوف بعرفة. يبقى الجماع يفسد الحج إذا كان الإنسان في حد الإحرام،
ولسه لم يتحلل التحلل الأول أو بنسميه التحلل الأصغر فسد حجه. فسد إيه؟ حجه. يعني إيه تحلل أول وثاني؟ ما إحنا قلنا الكلام في شرح كتير جاي إن شاء الله. إحنا الحاج يوم العيد مطلوب منه إيه؟ رمي الجمرة، رمي إيه؟ الجمرة، وبعدين الطواف، السعي، الحلقة أو التقصير. هنسيب الذبح لأن مش كل الناس على هدي، مش كل الناس على إيه؟ هدي. المفرد معلش هدي، لكن القارن والمتمتع عليه هدي. يبقى أنا عندي رمي جمرة العقبة كان يوم العيد، وعندي الطواف، وعندي السعي، وعندي الحلقة أو التقصير. كم حاجة؟ أربعة. اللي يعمل ثلاثة من الأربعة اسمه تحلل التحلل الأصغر أو التحلل الأول. يعني إيه؟ يعني بقى يستطيع إنه يخلع ملابس الإحرام ويلبس ملابس المعتادة، لكن لسه إيه؟ ما يأتيش النساء. طيب لو أن إنسان حال إحرامه جامع زوجته وهو في الحج، نقول إيه بقى؟ خد بالك، فسد حجه ويمضي في فاسده، يكمل المناسك، فسد حجه ويمضي في فاسده، وعليه بدنه، يعني الجمل كده يذبحه، وعليه حج من قابل السنة الجاية أو أسرع سنة يتيسر له فيها الحج ويتوب إلى الله عز وجل من هذا الذنب. كما مرة، يبقى من جامع في حال إحرامه قبل التحلل الأول، خلاص قبل التحلل الأول ولو بعد الوقوف بعرفة، عليه بقى قلنا فسد حجه يمضي في فاسده، عليه بدنه، عليه حج من قابل، ويتوب ويستغفر من هذا الذنب. مسألة مهمة ومسألة إيه؟ خطيرة. كذلك من محظورات الإحرام المباشرة فيما دون الفرج، يهزر مع زوجته بقى، يحتضن الزوجة وكذا وكذا، يبقى إيه؟ يبقى دي محظور، لكن لها لا تفسد النسك. مش إن فسد حجه طالما ما وصلش للجماع يبقى إيه؟ لا يفسد الحج، لكن هذا من المحظورات. وكذلك القبلة واللمس والنظر بشهوة إلى غير ذلك. من الأمور بقى أيضا من محظورات الإحرام قتل صيد البر واصطياده. في صيد البر يبقى حد إيه؟ يصطاد مثلا غزالة، ده اسمه صيد البر. يبقى إيه؟ يبقى قتل صيد البر واصطياده ده إيه؟ لا يجوز للمحرم. كذلك لا يجوز للمحرم ولا غيره قطع شجر الحرم، قطع شجر الحرم أو نباته الرطب بغير المؤذي. ويجوز قطع الأوصال المؤذية، العرف جاي كده في السكة معطل الطريق، معطل الناس. ويستثنى من شجر الحرم الإذخر وما أنبته الآدميون، الشجر اللي الآدميين هم اللي زرعوه يجوز يقصه ويجوز يقلعه، لكن الشجر اللي هو طلع كده من عند الله عز وجل من غير ما حد يزرعه ممنوع أي حد يقطع هذا الشجر، خلاص، إلا لضرورة إن يكون في الطريق وبيؤذي الناس. فتجد إن في الحرم ده في كده أمن وأمان للإنسان مع نفسه، حتى الجدال فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج، حتى نقول حتى النبات في أمن وأمان من أن يعتدي إليه أحد. فدي تبقى يعني إيه المكان كده واحة للأمن والأمان في الحرم وفي مكة كلها، طبعا ومكة كلها إيه؟ كلها حرم كما سنبين إن شاء الله. طيب دي بقى إيه؟ محظورات الإحرام، محظورات الإحرام. طيب يا سيدي، واحد لبس المخيط، واحد مش عارف عمل كذا إلى غير ذلك، ماذا يصنع؟ عايز أتخلص من هذا الذنب الذي وقعت فيه أو الخطأ اللي وقعت فيه، كيف إيه؟ أتحلل منه، كيف أتحلل منه؟ أولا نتكلم عن فدية المحظورات. ناخد مثلا بالنسبة لحلق الشعر وتقليم الأظافر ولبس المخيط والطيب إلى غير ذلك، دي محظورات. طيب احنا عايزين بقى ايه؟ نقول بقى نفصل، اللي يعمل كذا يعالجه كذا، يعمل كذا يعالجه كذا. طيب الاشياء اللي عديناها، حلق الشعر، تقليم الاصغار، لبس المخيط، الطيب، تغطية الرأس الى غير ذلك، مباشرة الزوجة يعني بغير انزال المني، الفدية فيها على التخيير. عندك واحد من ثلاثة، عندك واحد ايه من ثلاثة، اما صيام ثلاثة ايام، او اطعام ست مساكين، او ذبح شاة. خد بالك كويس قوي، عندك مخير. لو واحد لبس المخيط، واحد قلب الاظافر، واحد لبس، واحد تطيب، واحد غطى راسه، واحد باشر الزوجه كده والى غير ذلك، هذه الاشياء فيها ايه بقى؟ فيها كفاره واحده من ثلاثه، اما صيام ثلاثه ايام، او اطعام سته مساكين، او ذبح شاة. انا بقول الكلام ده، بقول خد بالك ليه بقى؟ لان بيبقى الناس اسهل ما عليها، مثلا ده نسيت وغطيت راسي، يقول لك عليك اذبح شاه،
انا نسيت وكنتش يعني خلعت ملابس الداخليه عليك ذبح شاه، فتجد الراجل بقى يطلع من حق ان شاء الله كده عليه قد 10 شياه يذبحها. لا، فربنا سبحانه وتعالى ربنا يقول ايه؟ فمن كان به اذى من راسه ففديه من صيام او صدقه او نسك. فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففديه من صيام او صدقه او نسك. فالعلماء قالوا ايه؟ الصيام ده 3 ايام، او مش قادر يصوم يبقى بيطعم 6 مساكين، كل مسكين نصف صاع، حوالي كيلو رز كده تقريبا، يعني حوالي كيلو كل ربع كده، خلاص ده في للشخص الواحد، يبقى 6 مساكين حوالي 8 كيلو رز، دي كفاره اديهم لفقراء في الحرم. او ذبح شاة، تستطيع تذبح شاة، اذبح شاة وتوزعها لمين؟ لفقراء الحرم. انا كمان مره الثالثه بقول يا مسلمين يا مشايخنا يا زملائنا الكرام اللي بتروحوا مع الناس، ما تصعبوش المهم مع الناس، ما تقولش كل مخالفه عليك دم عليك دم عليك، لا لا لا. من قال هذا؟ هنا في الحالات اللي عديناها دي عليه 1 من 3، ومخير مش بالترتيب، عليه مخير، اما ان يصوم 3 ايام، واما ان يطعم 6 مساكين، واما ان يذبح شاة، لقوله صلى الله عليه وسلم لكعب ابن عجرة أو عجرة حين أذاه هوام رأسه: احلق رأسك وصم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين، أو انسك شاة. انسك نسيكة يعني اذبح ذبيحة، يبقى النسك هو إيه؟ هو الذبح. يبقى فتوى من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا كعب بن عجرة، كان عمال يعني أمام الطعام كده بيطبخ الطعام للصحابة الكرام والناس اللي معاه، فهوام رأسه من شدة الحرارة بدأت إيه على وجهه، فيعمل فيها إيه طيب؟ قال بتؤذيك هوام رأسك؟ أيوة رسول الله. قال احلق رأسك، مع أنه لسه إيه في إحرامه، قال له احلق رأسك، مش هيقص شعره، كل الشعر، وصوم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين، أو أنسك شاة. وهذا الحديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. يقولون العلماء وقيست عليه بقية الأفعال. هو هذا كان حالة خاصة في مسألة إيذاء رأسه، قال لك فكل المحظورات بقى اللي هي لبس المخيط وغطاء الرأس والتطيب ومباشرة النساء تقاس عليها، قيست عليه بقية الأفعال لأنها محرمة بالإحرام ولا تفسد الحج، لأنها إيه؟ محرمة بالإحرام، مجرد ما أحرم ممنوع عليه يقص شعره، لكن سيدنا كعب إيه؟ قص شعره، فكذلك ممنوع عليه يغطي رأسه، ممنوع عليه أن يتطيب، ممنوع عليه أن يباشر المرأة، يبقى كل الكلام ده يبقى هي كلها إيه؟ من شريحة واحدة، خلاص كده؟ وكلها لا تفسد الحج، كلها إيه؟ لا تفسد الحج. اما بالنسبه بقى لقتل الصيد، مساله طبعا احنا ما حدش فاضي يصطاد ولا حاجه، يخير قاتل الصيد بين ذبح المثل من النعم او تقويم المثل بمحل التلف. انا مش شايف معاه كتير لان يعني مساله تقريبا ما عندناش بنتعرض ليها، لكن بالنسبه للوطء في الحج قبل التحلل الاول وانزال المني بمباشره او استمناء او تقبيل او لمس بشهوه او تكرار نظر فانه يفسد الحج. يبقى سواء جامع أو أنزل المنية بشهوة، سواء جامع أو أنزل المنية بشهوة، فإنه يفسد الحج حتى وإن كان المجامع يعني ساهيا أو ناسيا أو جاهلا أو مكران، لا دي ما فيهاش بقى إيه؟ ما فيهاش ما فيهاش فيها أعذار. لكن بعد التحلل الأول لا يفسد حجه، لكن يجب عليه شاة. إحنا عدينا بقى الحاجات يوم العيد، قلنا لو أنه مثلا رمى الجمرة وطاف وسعى ولسه ما حلقش رأسه وجامع زوجته مثلا أو نزل منه المني بشهوة، هنا نقول أنه وقع في ذنب، لكن إيه؟ يجبر بدم. يبقى أنا بقول عليه بقى عليه ذبح شاة، مش هنقول له بقى صوم، ومش هنقول له أطعم 6 مساكين، لا عليك ذبح شاة، لكن الحج لم يفسد، لكن الحج إيه؟ لم يفسد. أما بالنسبة لعقد النكاح فلا يجب في ذلك فدية، وإنما يكون العقد فاسد، العقد نفسه ما ينفعش، العقد ده لا يصح، لكن الحج نفسه إيه؟ الحج صحيح، وهذا الرجل ايه يعني لا فدية عليه، لكن هذا العقد لا يصح. اما بالنسبة لقطع شجر الحرم ونباته فيعني برضو يقول إيه تضمن الشجرة الصغيرة، هو قطع شجرة صغيرة عرفا يعني في العرف يقول هذا شجرة صغيرة كده، فيبقى إيه تقوم بشاه، وما فوقها تقوم إيه ببقرة، خلاص كده. ده ايه لو واحد قطع شجره كده في العرف وقلنا شجره صغيره يبقى عليه ذبح شاة، لكن شجره كبيره
يبقى عليه ذبح بقرة. يا نهار أبيض، كل أيوة قلنا بقى إيه، ومن دخله كان آمنا. فالشخص آمن، الشجر نفسه آمن، الحيوان آمن، ممنوع نصطاد صيد البر. شفت بقى واحة كده للأمن والأمان في هذا المكان بفضل عز وجل. الإنسان آمن ومن دخله كان آمنا، الحيوان آمن ممنوع صيد البر، الشجر نفسه آمن ممنوع قطع الأشجار بالتفصيل إيه الذي ذكرناه. يبقى يا جماعة كل هذه الأشياء بنتعلمها، إن في محظورات للإحرام، في محظورات للإحرام، وبعد كده في فدية للإحرام. يبقى محظورات الإحرام، وطبعا لأن أشرت في الحلقة السابقة قلنا واحد هيلبس ملابس الإحرام من بيته، طلع مثلا من مصر من عندنا خلاص كده، هو مش عارف يغتسل في الطائرة، فهو في بيته أزال شعر العانة وشعر الإبط وقلم أصفاره واغتسل وتطيب في بدنه ولبس ملابس الإحرام، خدت بالك؟ طب هو بقى بعد كده غطى رأسه أو لمس المرأة أو غير ذلك، كل هذا لا شيء عليه لأنه لسه ما دخلش في الإحرام. الإحرام بقى لما يبقى هناك عند الميقات، لما يبقى محاذي الميقات ويقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا، يقول بس أنت كده بقيت محرم، بقيت إيه؟ محرم. حتى يا جماعة كما قلت قبل ذلك، لو مش لابس ملابس الإحرام، لو أنا كده في الطيارة ونسيت أخذ ملابس الإحرام معايا مثلا يعني، وبعدين خلاص ده الميقات اهو، اقول خلاص ما انا مش هحرم بقى، اصل ما مش لابس الملابس، ما هي دي من محظورات الاحرام، هذه الملابس، الملابس البيضاء مش الاحرام، لكن دي ان اللي بلبس الملابس غير مخيطه ومحيطه. انا عايز النقطه دي مفهومه كويس. يبقى متى محظورات الاحرام تبقى محظوره عليا؟ مش مجرد ما لبست ملابس الاحرام، البس قبل الميقات وانا في بيتنا وانا في كذا البس، لكن ما بقتش محرم، معليش محظورات ايه الاحرام، لسه ما زلت ايه اواصل المحظورات دي غير محظوره عليا. لكن لما اقول بقى لبيك اللهم عمره، لبيك اللهم حجه، هو هنا اصبحت المحظورات ايه واقع عليا. انا في اخر الحلقه بذكر برضو تاني بنقطه مهمه جدا يا جماعه، هقولها عدهم. بالنسبه لحلق الشعر، تقليم الاظافر، لبس المخيط والتطيب، تغطيه الراس، الامناء بنظرة بالمباشرة بغير إنزال، بغير إنزال المني، أدي سبع أشياء هم. الأشياء دي كلها إذا وقع فيها الإنسان، قد تبقى لحضرتك، يبقى عليه واحدة من ثلاثة، مش عليه دم على طول كده، لا عليه واحدة، مخير ما بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة. دي اللي فيها التخيير، الأشياء السبعة اللي هي، لأن الحج لا يفسد بأي واحدة من دون، الحج لم يفسد خلاص كده. يبقى هنا الاشياء دي كلها يجزي فيها ايه واحده من ثلاثه يا جماعه، اما صيام ثلاثه ايام او اطعام سته مساكين او ذبح شاة. انا شايف طبعا ايسرهم اطعام سته مساكين، هم بيقولوا بيقدر الاطعام المسكين بنصف صاع، الصاع ده يا جماعه بيساوي حوالي 2.25 كيلو تقريبا، يعني 2.25 2.5 يعني في هذه الحدود. يبقى هو عليه مثلا كم صاع؟ ثلاثة في 2.5 بحوالي 7.5، قول 8 كيلو رز، أسهل ما يصوم 3 أيام وهو بيؤدي المناسك أو غير ذلك، خلاص كده. يبقى دي هنا على التخيير، هنا على في هذه الأشياء السبعة على التخيير، ما بين صيام ثلاثة أيام، إطعام ستة مساكين، ذبح شاة. قلنا دليلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة لما آزته هوام رأسه، قال احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو أنسك شاة. والعلماء يقولون قيست عليه بقية الأفعال لأنها محرمة بالإحرام ولا تفسد الحج، محرمة بالإحرام ولا تفسد إيه الحج، خلاص كده. أكدنا يا جماعة على مسألة إيه الجماع قبل التحلل الأول، جماع الزوجة قبل التحلل الأول، أو إنزال المني بشهوة سواء كان بمباشرة أو بتقبيل أو بإدامة النظر بشهوة أو غير ذلك. يبقى هنا إيه بنقول إيه؟ فسد حجه، يمضي في فاسده، عليه بدنه، عليه حج من قابل، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل من هذا الذنب. يبقى فسد حجه، يمضي في فاسده، عليه بدنه، وعليه حج من قابل، ويمضي في فاسده. احنا قلنا بدنه يعني إيه؟ يعني جمل، يعني إيه جمل. يبقى دي الكفارة
بتاعت ايه او العقوبه بقى، نقول بقى العقوبه بتاعت الانسان الذي ايه يقع فيها في محظور من هذه المحظورات. يبقى دي محظورات الاحرام التي اردنا بها الحلقه، لبس المقيت يا جماعه انه المفصل على قدر البدن او العضو من السراويل والسيام، الا لمن لم يجد ازارا اللي بيغطي بالنص التحتاني يجوز له لبس السراويل. يبقى انا مثلا يا جماعه لو كنت في الطياره ولا في الاوتوبيس ولا في كذا ما معيش لبس الاحرام، البس بقى الثوب بتاعنا الجلابيه، ها مثلا يعني اخلع ملابسي يكفيني الف جلابيتي على وسط التحتاني تسترني وتستر عورتي، ولو ظل النصف العلوي عاريا لا شيء في ذلك الى ان اصل الى مكان فيه ملابس احرام. كويس؟ طيب ما فيش كده ولا كده، البس سروال خلاص وما فيش، خلاص خليك في السروال بتاعك الى ان ايه يتيسر لك الحصول على ملابس الاحرام. يبقى هذه محظورات الاحرام كما قلنا، وهذه الفديه بتاعتها، واعتقد يكون استفدنا منها ان شاء الله رب العالمين في الاسبوع القادم بنواصل حديثنا حول فقه الحج والعمره. الى ان نلقاكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سر بنا نحو العلا والمجد، إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. سر بنا نحو العلا والمجد، إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. عنقت أحلامنا نجمة ثريا، هيا قم وندرك العليا.